السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناه مرشدي التربويه. الحصه ديال اليوم فحنا غنخصوها للدرس ديال لا ليكتور سيمين 2 يونيتي ديداكتيك 4. التكست ديال اليوم فهو بعنوان انترنت. دائما كيف ما توالفنا قبل ما نقراو التكست وقبل ما نسميتو اون باس على روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر. قلنا دائما علاش كنبداو بهذه، لان هذه هي المرحله اللي كنديروا فيها ليميسيون دي زيبوتيز، يعني كنصوغوا بعض الفرضيات المتعلقه بالنص، ومن بعد القراءه ديال النص ديالنا فحنا كنشوفوا وكنقارنوا واش دوك الفرضيات اللي حنا طرحناهم صحاح ولا خاطئين. اذا نبداو. السؤال الاول قالوا لنا كيلي لو تيتر دو تيكست، شنو هو العنوان ديال النص؟ قلنا دائما العنوان ديال النص فهو كيكون مكتوب عندنا الفوق. اذا الجواب على هذا السؤال لو تيتر دو تيكست اي انترنت، العنوان ديال هذا النص هو انترنت. مزيان. دوزيام كيسيون دابري لو تيتر اي ليماج سور كوا بورت سو تيكست، اذا على حساب التكست اللي عندنا وعلى حساب ليماج اللي عندنا. ريغاردي ليماج، فهي كتمثل لنا واحد الكره الارضيه وكتمثل لنا مجموعه ديال وسائل الاتصال الرقميه المرتبطه. اذا هنا فحنا كنقصدوا بان العالم مرتبط بالانترنت والعنوان عندنا هو انترنت. اذا الجواب سو تيكست بورت سور الانترنت. اذا هذا النص هذا فهو اكيد غادي يتحدث لنا على الانترنت، بما ان العنوان انترنت والصوره كتمثل لي بان العالم متصل بالانترنت. الوغ ندوزو نقراو بعدا دابا التكست وعاد غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون دو كومبريونسيون. انترنت Après l'invention du téléphone, de la radio et du télégraphe, qui ont révolutionné leur époque, l'invention d'Internet a renforcé la communication mondiale. L'histoire d'Internet ne peut se résumer en une seule et même date, car son invention est le fruit de multiples avancées techniques et technologiques qui se sont étalées sur plusieurs décennies. Internet est un outil pour la recherche de l'information et du savoir. C'est aussi un moyen de communication et nous permet de rester en contact avec nos proches et nos amis du monde entier, de leur parler en temps réel, de partager, grâce aux réseaux sociaux, nos goûts et nos souvenirs, nos expériences, de se faire de nouveaux amis. Très bien. On passe maintenant à la rubrique « Je comprends ». Alors là, sur quoi nous informe le texte ? Et qu'est-ce qui est le texte ? Qu'est-ce qui est la réponse ? Donc, le texte nous informe sur l'Internet. Et donc, il y a une information historique sur l'Internet ou les fonctionnalités d'elle ou l'adouard d'elle. Deuxième question, quelles sont les autres inventions citées dans le texte ? Je n'ai pas les autres inventions citées dans le texte. Et donc, je vous le dis. Les autres inventions citées dans le texte sont le téléphone, la radio et le télégraphe. Troisième question. Qu'est-ce qu'Internet ? Qu'est-ce qu'Internet ? La réponse un Internet est un outil pour la recherche de l'information et du savoir. L'Internet هو عبارة عن وسيلة للبحث عن المعلومة والمعرفة. إذا هذا هو الإنترنت، هذا هو التعريف اللي عطاونا في التكست. سؤال كيسيون نيميرو 4. كو نو بيرمي إنترنت دو فير؟ إذا الإنترنت شنو كيسمح لينا نديرو؟ فهو كيسمح لنا نديرو عدة أشياء. الجواب. إل نو بيرمي دو ريستي أون كونتاكت أفيك نو بروش إي نو زامي. أول حاجة فهو كيسمح لينا أننا نبقاو دائما على اتصال بالعائلة ديالنا مثلا، المقربين وبالنسبه للاصدقاء ديالنا مع العالم كامل، دي موند اونتي، كنبقاو في اتصال مع العالم. دو لور بارلي اون طون ريال، وكيمكن لنا اننا نبقاو نتكلموا معاهم دائما في واحد، يعني في ذاك الوقت اللي حنا يعني في ذاك الوقت الحقيقي اللي حنا كنتحدثوا معاهم، يعني ماشي غير كنصيفطوا لهم مثلا ميساج وكذا، يعني ممكن نصيفطوا، كاين هذه الخاصيه نصيفطوا ميساج، وكيمكن لي انني نتكلم معاهم مباشره. راه نتوما دابا كتعرفوا كاينين تطبيقات اللي كيمكنوني انني نتكلم صوت وصوره مع الاحباب ديالنا اللي كيكونوا مثلا في مناطق بعيده علينا. 5 كيسيون ا كوا سيرف لي ريزو سوسيو،
إذن هادوك وسائل التواصل الاجتماعي بحال فيسبوك بحال الواتساب بحال انستغرام، إذن هادوك لاش كيصلحوا انطلاقا من النص؟ إذن الجواب اللي غيكون عندنا هنا هو لي ريزو سوسيو سيرف ا بارطاجي نو غو. إذن اول حاجه فهما كيمكنونا اننا نتقاسموا مع الناس الاذواق ديالنا اي نو سوفونير والذكريات ديالنا نو اكسبيريونس التجارب ديالنا كذلك دو سو فير دو نوفو زامي وكيمكنونا اننا نديروا اصدقاء جدد. مزيان الو اون باس على ريبريك جو رياجي او تيكست. اذا غنحاولوا نتفاعلوا مع هذا النص اللي حنا قرينا. قالوا لنا كومون انترنيت اتيل رونفورسي لا كوميونيكاسيون مونديال، كيفاش الانترنيت تمكن من انه يقوي ديك التواصل العالمي ما بين سكان العالم. اذا هنا كيف ما كنقول دائما هادو فقط للاستئناس، يعني راه ممكن تزيدوا نتوما افكار اخرى وتغنيو بحال هاد الاجوبه هادو. لا كوميونيكاسيون بار انترنيت بيرمي دي زيشانج دانفورماسيون سو دي فورما ديفيرون. اذا التواصل عبر الانترنيت كيمكن لنا من التبادل ديال المعلومات بطرق مختلفه، مثلا دي تكست ميساج دي سون دي اوديو، يعني يمكن نسيفط اوديوات دي فيديو دي ايماج صور. اذا او ترافير دو تي سبيسيفيك، اذا بواسطه واحد الوسائل اللي هي مخصصه لهذا الشيء. سي زوتي دو كومونيكاسيون بيرميت لا كرياسيون دو ليان اي فافوريز لا كومونيكاسيون. اذا هاد الوسائل ديال الاتصال فهما كيمكنونا من اننا نخلقوا واحد الروابط وكيشجعوا على التواصل. لا كومونيكاسيون انستونطاني كيلكو سوا لور، كيف ما كان الساعه لو ليو المكان. اذا كتعرفوا بلي ممكن حنا يكون عندنا الليل ويمكننا كنهضروا مع واحد مع شي واحد مقرب ديالنا ولا صديق اللي يقدر يكون في واحد المنطقه اخرى عندهم هما النهار. اذا ها هو اختلاف الزمن ومع ذلك حنا كنتكلموا، او لا اختلاف الاماكن. اذا واحد كاين في فرنسا وواحد كاين في المغرب ممكن يكون تواصل. انترنت فافوريز اوسي لا كومونيكاسيون سيمولتاني انتر بليزيورز انترنوت. اذا اكيد ان الانترنت فهو كيشجع كذلك التواصل ما بين مختلف الناس اللي متصلين بالشبكات الانترنت. تري بيان دوزو لا دوزيام كيسيون بارل دو سكو تو بو فير ا ليد دانترنت. اذا الانترنت فهو واحد الشبكه اللي ممكن نستافدوا منها بزاف. اذا بواسطه الانترنت غراس ا انترنت تو دوفيان فاسيل، كلشي كيولي لنا سهل. تو دابور اولا اون بو ايلارجير نوتر كونيسونس اون سويفون دي فورماسيون اون لين. اذا يمكن لي نزيد التكوين ديال راسي ويمكن لي نزيدو نتعلمو. بحال دابا انتوما دابا كتفرجوا في هذا الفيديو هذا، لماذا؟ لانكم كتبغيو تزيدوا تعلموا وتزيدوا تعرفوا. اذا بحال راك ديروا دي فورماسيون اون لين او اون ليزون كيلكو دوكيومون سور دي سيت، يمكن لي نقرا بعض المواضيع في مواقع مختلفه. Ensuite, on peut également avoir nos propres comptes utilisateurs en ligne ou nous inscrire à des sites internet si nécessaire. يمكن لي نسجل في بعض المواقع اللي مثلا يبقاو يصيفطوا لي الدروس او بزاف ديال الاشياء. Sinon, on peut aussi faire nos courses en ligne. يمكن لي ايضا ندير التسوق عبر الانترنت. Et voir ou commander des produits sur internet. يمكن لي نشوف ويمكن لي كذلك ندير كما كنقولوا نديروا الدوموند الطلب على بعض المشتريات من الانترنت، كنشوف شي حاجه كتعجبني كندير عليها الطلب. On peut aussi télécharger tout ce que nous voulons sur internet. يمكن لي نحمل عده اشياء كتعجبني مثلا في الانترنت، كو سوا مثلا دي فيديو، شفت واحد الفيديو عجبني بغيت ندير له التحميل، دي كليب يعني دوك الكليبات دي ميوزيك دي زابليكاسيون تطبيقات دي لوجيسيال دي جو دي زيميسيون تيلي دي فوتو دي زيماج او دي دوكيومون. هادشي كامل يمكن لي ندير التحميل ديالو من الانترنت ونخدم به مثلا لانه غينفعني في الدراسه ديالي او في الحياه اليوميه ديالي. اي اونفان اون بو جوي ا دي جو اون لين اي شوازير نو جو بريفيري. اذا ايضا يمكن لي نختار بعض الالعاب المناسبه بالنسبه للعمر ديالي اللي كتكون مثلا في الانترنت ونلعبها يا اما مباشره في الانترنت او يمكن لي نحملها في الهاتف النقال ديالي ولا الطابليت ونلعب عليها. غير هو كنفتح واحد القوس ونطلب منكم دائما اننا نختاروا العاب اللي هي مناسبه للعمر ديالنا والعاب اللي ما فيهاش عنف والعاب اللي ما غاديش تضر حتى بالصحه ديالي وما نوصلوش لمرحله الادمان على الالعاب لانها راه هي كتشكل خطر على الصحه ديالنا. مزيان التروازيام كيستيون اون تي دون دو تيكست انفورم تي كاماراد سور اون اوتر انفونسيون. اذا انطلاقا سميتو نتحدث للاصدقاء ديالي على اختراع نختاره ونتحدث لهم عليه. انا هنا كيف ما قلت دائما كنقولها فقط للاستئناس، اختاريت بما اننا كنهضروا على لورديناتور ولا على الانترنيت وسميتو اختاريت اننا نتكلموا على لورديناتور.
Donc, un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. Et donc, le hasoub, فهو واحد الآلة اللي كتمكني انني مثلا نشوف عدة برامج ونخدمهم. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire, au bit. Cette machine permet de traiter automatiquement les données ou informations selon des séquences d'instructions prédéfinies, appelées aussi programmes. Elle interagit avec l'environnement grâce à des périphériques comme le moniteur, le clavier, la souris, l'imprimante, le modem, le lecteur de CD, يعني ليست نون اكزوستيف يعني راه ما يمكنناش نذكروا جميع لي بيريفيريك ديال سميتو لان الوقت ما غاديش يكفينا. لي زورديناتور بوف اتر كلاسي سولون بليزيور كريتير. اذا يمكن لي نصنف الحواسيب على عده معايير, يمكن مثلا دومين دابليكاسيون على حساب الخدمه اللي غادي, على حساب لا طاي, كذلك على حساب الحجم, لاركتيكتور يعني على على حساب الشكل ديالهم. اذا هذه عده معايير اللي كتمكنني انني نصنف الحواسيب. اذا هذا واحد ليسي يعني مختصر, واحد المحاوله مختصره للاستئناس فقط. اختاريت انا مثلا الاورديناتور وتحدثت عليه, يمكن لكم انتم تختاروا عده اختراعات اخرى. يمكننا نتحدثوا على الهاتف المحمول, يمكننا نتحدثوا مثلا على آلات التصوير, يمكننا نتحدثوا مثلا على السيارات, يمكن اذا عده اشياء, عده اختراعات اللي يمكننا نختاروهم ونتحدثوا عليهم.